ثم كذلك والله ملاحظات كثيرة جدا على هذا. في مقطع لكمال الحيدري يؤكد هذا. يؤكد هذا الكلام. هل علي عليه زكاة ولا؟ عجيب. تريد أن نستمع؟ نستمع إليه. لا بس. بعدين نكمل. لا بس. طيب خير إن شاء الله. نأخذ إن شاء الله المقطع جاهز يا إخوان. تفضلوا نسمع لما يقوله كمال الحيدري. هل علي عليه زكاة أم لا؟ لابد أن نردها وضعيفة. حتى لماذا ضعيفة؟ انظر إلى وجوه الضعف. الوجه الأول أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان إنسانا فقيرا، والإنسان الفقير هل يوجد عنده مال حتى تجب في ماله الزكاة؟ ما شاء الله. أو لا؟ علي بن أبي طالب فلوس ما كان عنده حتى يصير في ماله الزكاة، وهذه الزكاة تجب ماذا حتى يجب في ماله ماذا الزكاة؟